عالم الحقل المجاري والإخصاب المساعد وتأخر الإنجاب. في هذا العالم في شيء مهم جدا أرجوكم انتبهوا له، وهو طاعة والامتثال لأوامر الدكتور وفريق العمل بتوقيت الإجراء للحقل المجاري. السن بيفرق والباثولوجي بيتغير وبيظهر حاجات، يعني بنبقى فعلا مش شايفين أو شايفين ورم ليفي حجمه صغير مش مؤثر قوي، مع الوقت بيكبر وبيتعدد الورم الليفي. التاريخ المرضي بيكشف لي حاجات كتيرة جدا، حاجات عند الزوج، حاجات عند الزوجة، عمليات عملتها، بتاخد أدوية لحاجة معينة، عندها خلل في الغدة الدرقية، عندها سكر محتاج يتظبط، عندها مشكلة. الفحص الأول ده مهم جدا جدا. أجنة اليوم الخامس بتقدر تدينا فرصة شوية إن احنا نختار أحسن الأجنة الموجودة، لكن في نفس الوقت ما ينفعش يبقى عندي 2 أو 3 أو 4 أو 5 أجنة موجودين واستنى عليهم اليوم الخامس. أكتر الحاجات اللي بنلاحظها على مؤتمراتكم في كل حتة إن في سيشنز طويلة أساسية عنوانها أسباب تكرار فشل الحقن. أعلى نسب نجاح 40% في الحقن المجهري، يعني اللي بيعملوا حقن مجهري نصهم بيحمل ونص تاني ما بيحصلش حمل. الفشل ليه أسباب كتيرة جدا، في أسباب معروفة في أسباب مش معروفة، في أسباب متعلقة بالزوجة، أسباب متعلقة بالزوج، وأسباب متعلقة بالأجنة نفسها. الفحص الوراثي للأجنة كنا بنعمله زمان علشان الأمراض الوراثية، الأمراض المتعلقة بالذكور أو الإناث، عشان نجيب مثلا جنين ذكر ما فيهوش المرض الوراثي ده او جنين انثى ما فيهاش الامراض الوراثيه المنتشره في العيله. الإخصاب المساعد ككل هبه من ربنا سبحانه وتعالى. التجميد، المناظير كلها لما تشوف الحاجات دي في ابداعاتها اكيد دي هبات بتيجي من ربنا سبحانه وتعالى لبعض العقول البشريه اللي بيستغلها البشريه بعد كده لصالح البشرية. دي حاجة جميلة أوي. يا سلام. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الحقل المجاري والاخصاب المساعد وتاخر الانجاب. في هذا العالم في شيء مهم جدا ارجوكم انتبهوا له، وهو طاعه والامتثال لاوامر الدكتور وفريق العمل. لانه هنا دايما تاخر الانجاب في فريق عمل، صحيح انه غالبيه فريق العمل بتاع تاخر الانجاب بتبقى تحت اشراف المتخصصين في الحقل المجهري، وبيبقى معاهم طبعا ذكوره، وبيبقى معاهم المعمل، وقصه كبيره فريق العمل. طاعه والامتثال لاوامر بتوقيت الاجراء للحقل المجهري، لانه الكابلز في غلطه او في حاجه بتحصل، تاخر انجاب حاصل، يجوا للمسؤول الدكتور، فالدكتور يقول بعد مراجعه الملف نعمل حقن مجهري، فيتاخر القرار. طب لما نرجع من السفر، طب اصل احنا مسافرين، اصل مش عارف ورانا عزومه ايه، ورانا سفريه ايه، ورانا مشروع ايه بنخلصه، طب لما مش عارف، طب نجرب كده مش عارف اسلوب، اصل انا مش مقتنع، اصل انا مش عارف، فوت وقت. الوقت في كتير من الحالات له قيمه كبيره جدا جدا جدا، قيمه لسن المراه وقيمه للباثولوجي، لان ممكن جدا الباثولوجي يزيد، المشكلة تقلب مشكلة أضخم، يبقى في فيبرويد ما كانش مأثر، يبدأ الفيبرويد يبقى موجود، يبقى بدل ما هنعمل بقى حقل مجاري بس، لا هنلجأ لمناظير الأول عشان نقف قدام الفيبرويد اللي تضخم ده. طبعا سن المرأة دي قصة، ما بتسرق فجأة ممكن نقرر، ما هو ساعات التأخير في اتخاذ القرار وعدم الطاعة بيوصل سنة، روحنا هنيجي كمان سنة. الفرق بقى في السنة دي فرق ساعات بين السماء والأرض في الفرص.
فخلي بالكم الكلام ده. النهاردة يوم مهم جدا لأنه مع اسم من نجوم عالم الإخصاب المساعد النهاردة ضيف العزيز النهاردة الأستاذ دكتور علي خيال استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقل المجاري والمدرس الأمراض النساء والتوليد وصاحب دكتوراه أمراض النساء والتوليد بكلية الطب وعضو الجمعية المصرية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك دكتور علي. دكتور أيمن وحشني جدا وزي صحيح إيش ياك دي؟ الحمد لله ربنا يخليك. هل أنا قلته ده صح؟ صحيح مهم جدا طبعا. يعني الوقت والمهم جدا جدا بيفرق كل الوقت بيفرق في السيدة في حاجات كتير جدا زي ما حضرتك قلت السن بيفرق والباثولوجي بيتغير وبيظهر حاجات يعني بنبقى فعلا مش شايفين او شايفين ورم ليفي حجمه صغير مش مؤثر قوي مع الوقت بيكبر وبيتعدد الورم الليفي بيبقى مفيش زوايد لحمية فجأة بتظهر زوايد لحمية المخزون بيقل مع الوقت والفرص بتقل وعدد البيضات بيقل الزوج اللي خد فرصه كتير قوي ده بيحصل بقى مع الازواج انه يبقى عنده ضعف شويه في حياته المهنيه فياخد علاج 3 شهور حضرتك عارف الزغوره 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور في سنه يجي لك بعد 5 سنين بيتعالج والمشكله زادت بقى دلوقتي عندنا مشكله ثانيه ان الزوجه سنها تقدم يعني مش مشكلته هو بس لوحده بقى عندنا مشكله الزوج لسه موجوده ما اتعالجتش وان الزوجه خلاص سنها تقدم بقت فرصها كمان قلت جدا فالحقيقه الوقت بيفرق كتير جدا يعني مجرد احنا خلاص الدكتور قال ان هي محتاجه تعمل حقن مجاري لازم خلاص يعني لو الامور تسمح والظروف الماديه تسمح نبدا على طول ما ناخرش القرار لانه بيفرق طبعا الوقت عامل مهم جدا جدا. ايه خطوات الحقن المجاري؟ الحقيقه الخطوات بتبدا ان احنا الاول من الكشف، اول كشف ده مهم جدا جدا، حضرتك عارف التاريخ المرضي ده مهم جدا يعني ان احنا نستفيد في التاريخ المرضي يعني انا ممكن اول كشف السيده جايين يعملوا حقن مجاري انا ممكن اقعد معاهم اكتر من نص ساعه اسمع كل تفصيله وكل حاجه عملوها وعملوا ايه قبل كده في المراحل العلاج التاخر الانجاب العاديه التاريخ المرضي بيكشف لي حاجات كتيره جدا حاجات عند الزوج حاجات عند الزوجه عمليات عملتها بتاخد ادويه لحاجه معينه عندها خلل في الغده الدرقيه عندها سكر محتاج يتظبط عندها مشكله الفحص الاول ده مهم جدا جدا اول حاجه السونار بنقيم بيه الرحم وتجويف الرحم محتاجين نتدخل بمناظير ولا لا بنشوف الانابيب فيها مشكله ولا لا برضو فيها مشكله بتحتاج نتدخل بمنظار في اي حاجه تتعارض في اكياس موجوده في اورام ليفيه ضغط على تجويف الرحم في اي مشكله في السونار نشوف البطانه بتاعه الرحم نطمن على الشكل المبيض وجودته بالسونار وهل خزين كويس ولا لا وفي الوقت ده بنقدر نحدد تحاليل معينه نقدر تساعدنا في اتخاذ القرار المناسب التحاليل ده في العادي بتبقى حاجات بسيطه جدا زي الاجراءات الروتينيه اللي اي زوج وزوجه هيعملوا عمليه بسيطه زي صوره الدم وتحليل السيوله ممكن نطلب شويه هرمونات بسيطه جدا ولو عملنا سونار كويس ممكن ما نحتاجش ان احنا نعمل هرمونات كتيره لو السيده الدوره منتظمه يعني انا عايز اقول حاجه انه الكشف ده مهم جدا احنا نقدر ناخد فيه قرار كويس نسمع كويس الزوجين كويس جدا مش الزوجه بس زي ما قلت حضرتك الزوج كمان مهم جدا جدا نقدر نحدد دي اول خطوه ان احنا خلاص خدنا القرار وننزل عند حد متخصص نكشف نقدر نعرف هم محتاجين ايه بالظبط ونبدا نحط البروتوكول المناسب لكل حاله كل حاله ليها بروتوكول مختلف تماما عن حاله يعني المختلفه وجوه البروتوكول نفسه في تفاصيل لكل سيده مختلفه عن الثانيه حتى نفس البروتوكول الناس بتمشي عليه في نوعين بروتوكول مشهورين جدا حضرتك عارف زي هو البروتوكول الطويل والبروتوكول القصير حتى البروتوكول الطويل ده نفسه في مختلف للسيده الاخرى في سيده تاخد ادويه معينه نفس الجرعه نفس كل حاجه تستجيب بسرعه للادويه نضطر نقلل الادويه في سيده تاخد ادويه ونفس الجرعه ونفس كل حاجه تستجيب ببطء نضطر نزود الادويه فالبروتوكول بيختلف من كل سيده للثانيه وحسب استجابه جسمها للعلاج وحسب استجابتها في المتابعه فالمتابعه بتبقى مهمه جدا حطينا البروتوكول بدانا نتابع السيده بنعمل موجات صوتيه كل زياره بنعمل تحليل معين نقيس استجابتها عامله ازاي للعلاج والادويه بنقدر نحدد هنمشي على نفس الجرعه ولا لا ولا هنقلل الجرعه ولا هنزود الجرعه في المتابعات المتابعات دايما بقول لهم المتابعه دي حاجه مهمه جدا جدا دي لا تقل اهميه عن العمليه المتابعة نقدر نطلع بعدد بويضات مناسب وبحجم مناسب مش محتاجين يبقى عندنا عدد رهيب من البويضات وفي نفس الوقت ما يبقاش عندنا عدد قليل يبقى مزنوقين في عدد الأجنة اللي هتنتج عن البويضات دي فالوسط في كل حاجة مطلوب المتابعة مهمة جدا نقدر نحمي السيدة من مضاعفات التبويض والمنشطات زي فرط التنشيط نقدر نوفر عليها ان هي عندها فرص تانية لو بقى في تبويض كويس ومناسب وعدد مناسب البويضات اللي بتنتج دي هتنتج عنها أجنة
الأجنة الزايدة هنقدر نحفظها بعد كده. بعد ما بنتابع السيدة بالسونار والتحاليل المعينة ونوصل لمقاس معين من البويضات، في الغالب يبقى مقاس من 18 ل 20 ميلي، وعندنا عدد مناسب من 5 ل 15 بويضة موجودين، بتاخد أدوية معينة محفزة للتبويض زي حقن، الناس بتسميها حقن التفجير، تاخد في ميعاد معين وفي ساعة معينة، ولازم المريضة تنفذ بالتفصيل الأدوية والمواعيد بتاعتها حسب ما الدكتور هيقول لها بالظبط، لأن ده مترتب عليه وقت سحب البويضات. بعد الحقنة دي بتقريبا من 34 ل 36 ساعة بنروح مركز أطفال أنابيب، بتبقى في صيام خفيف لمدة 5 ل 6 ساعات، بتاخد تخدير بسيط جدا جدا مش العملية، وعن طريق سونار النساء نقدر نسحب البويضات، موضوع بسيط خالص لمدة 10 دقائق وربع ساعة العملية بتنتهي، بعدها بتخرج السيدة بعد ساعة أو ساعتين تقدر تتحرك وتاكل وتشرب تعمل كل حاجة، الموضوع بسيط جدا جدا. في نفس اليوم اللي خدنا فيه العينات اللي هي البويضة والسائل المنوي بنقدر نشتغل عليهم في المعمل ونحقن البويضة بالحيوان المنوي السليم تحت الميكروسكوب، وننتظر 18 ساعة ل 24 ساعة عشان نشوف الإخصاب حصل ولا لأ، وعلى حسب الإخصاب والأجنة الموجودة في المعمل بنقدر نحدد يوم وميعاد نقل الأجنة. اليوم ده بيتحدد على حسب الإخصاب الموجود وعدد الأجنة الموجودة، هل نزرع أجنة يوم ثالث ولا يوم خامس، وده دايما المرضى بيسألوا فيه ليه ما زرعتيش أجنة يوم خامس وإيه الفرق بين أجنة اليوم الثالث وأجنة اليوم الخامس. الحقيقة أنه أجنة اليوم الخامس بتقدر تدينا فرصة شوية نحن نختار أحسن الأجنة الموجودة، لكن في نفس الوقت ينفعش يبقى عندي 2 أو 3 أو 4 أو 5 أجنة موجودين واستنى عليهم اليوم الخامس، فهخسرهم لو أنا استنيت اليوم الخامس أو مش هلاقي عدد مناسب. فالتقييم ده واختيار الثالث والخامس بيرجع للدكتور ودكتور المعمل الحقيقة، لكن في الآخر مفيش فرق كبير بين أجنة اليوم الثالث واليوم الخامس. اليوم الخامس بس عندنا فرصة نحن ننتقي الأجنة اللي هي وصلت اليوم الخامس، ففي الغالب دي هتبقى أحسن أجنة، لكن برضو لو أنا عندي أجنة يوم ثالث وانتظرت عليها شوية أو يعني نقلتها خلاص اليوم الثالث، هي دي نفسها اللي كانت هتبقى اليوم الخامس بعد شوية، لكن لو أنا سبت أجنة عدد قليل ممكن ما الاقيهاش خالص في المعمل واضطر أكنسل السايكل خالص. فهو مفيش فرق كبير بين يوم الثالث والخامس. حددنا ميعاد النقل إمتى، بتيجي السيدة برضو من غير صيام من غير أي حاجة، الموضوع بيبقى سهل خالص، بتخش غرفة مجهزة للنقل اسمها غرفة النقل عن طريق أسطرة رفيعة جدا جدا زي اللي ظاهرة في الصورة معنا في الفيديو دي، بندخل أسطرة رفيعة عليها الأجنة ونحن الأجنة دي بطريقة يعني معينة داخل الرحم، ودي أهم خطوة في البروسيس كله بتاع الحقن المجهري وعملية الحقن المجهري، دي أهم خطوة هي خطوة نقل الأجنة، ودي أدق خطوة لازم تتعمل بطريقة صحيحة وتتعمل بالسونار أو من غير سونار حسب تقييم الطبيب وحسب خبرة الطبيب. برضو كل الدراسات قالت مفيش فرق بين إن احنا ننقلها بالسونار أو من غير سونار، لكن تعتمد على خبرة الطبيب، كل ما كانت أسهل مفيش فيها يعني محاولات، ما بنشدش على عنق الرحم، مفيش صعوبة في النقل. طبعا ده في الكشف الأول زي ما قلت حضرتك، في أول كشف هنقدر نقيم إذا كانت العينة محتاجة نعمل لها حاجة ولا لا، هنتوقع إذا كان النقل هيبقى سهل ولا لا من التاريخ المرضي عملت قبل كده وكان في صعوبة في النقل فهنضطر نعمل لها حاجة نوسع بيها عنق الرحم، هنبقى كاشفين وعاملين حاجة اسمها المك أو الاختبار لعنق الرحم في أول زيارة عشان نقدر نحدد مين اللي هيبقى عندها صعوبة في النقل ولا لا. في الغالب معظم الناس بتنقل بمنتهى السهولة وموضوع بسيط خالص، بعدها بتريح عندنا في المركز مدة ساعة أو ساعتين وبتخرج تمارس حياتها الطبيعية عادي جدا خالص، بتلتزم بالأدوية ومواعيدها، بتشرب كميات كبيرة من السوائل والأكل الصحي ونبتعد عن الحاجات المضرة بشكل عام للصحة، وبننتظر أسبوعين بالضبط ونعمل اختبار حمل ونشوف حصل حمل ولا لا، وتمشي الأمور بمنتهى البساطة بعد كده. دي كل الستيبس بتاعت الحقن المجهري. عظيم. الستيبس دي أو القصة المثيرة المهمة اللي خطواتها عديدة ومعقدة بتخلينا أقول أنه من أكتر الحاجات اللي ملاحظها على مؤتمراتكم في كل حتة أن في سيشنز طويلة أساسية عنوانها أسباب تكرار فشل الحقن المجهري. طبعا حك عارف النسبة نجاح الحقن المجهري في أحسن حتة في الدنيا يعني 40% تقريبا 40-50%، ففي أول لاند مارك يخليني ما يبصش للمركز ده وأعرف أن اللي بيقولوه ده اشتغالة أنه هو يقول لك إيه نسبة النجاح عندنا 90% 80% 100% أو 100% لا ده يبقى فل ده ده على طول يعني مستشفى لا طبعا هو حك عارف أن أعلى نسبة نجاح 40% في الحقن المجهري. يعني اللي بيعملوا حقن مجهري نصهم بيحمل ونص تاني ما بيحصلش حمل، ففي عندنا نسبة كبيرة ما بيحصلش فيها حمل، وفي النسبة بتبقى سيئة الحظ اللي هو كل مرة تعمل وما حصلش نصيب، ده تكرار فشل الحقن المجهري، عملنا أكتر من مرتين أو أكتر من 3 مرات ما حصلش نصيب.
كل العالم وكل العلماء بيجتهدوا ان هم يقللوا النسبه دي ويشوفوا ايه السبب وايه الاسباب اللي ممكن تعمل فشل، لان الفشل ده يعني على قد ما هو صادم للزوجين هو كمان صادم للدكتور المعالج. يعني دايما بقعد اقول للعيانين بتوعي ان انا بقعد انتظر التحليل بتاعهم اكتر منهم، يعني ده نجاح للطبيب قبل ما يكون فرحه وحاجه سعيده بيسعد بيها الزوجين. يعني الفشل ليه اسباب كتيره جدا، في اسباب معروفه في اسباب مش معروفه، في اسباب متعلقه بالزوجه واسباب متعلقه بالزوج واسباب متعلقه بالاجنه نفسها. الاسباب المتعلقه بالزوج يعني ده مهم جدا، الناس اللي عندهم نقص شديد في العدد، نقص شديد في الحياه المنويه السليمه، العيان اللي بناخد منه عنده زيرو حياه منويه بناخد انسجه من الخصيه، متوقع طبعا ان احنا بناخد منه انسجه من الخصيه هينتج عنه جنين مش احسن حاجه، فمش هيبقى ده جودته احسن حاجه. ففي اسباب في الزوج اللي هو انعدام من الحياه المنويه وبناخد من الخصيه، ده متوقع انه ما يبقاش احسن حاجه. اللي هو عنده في حاجه اسمها تكسير الماده الوراثيه، الناس العلماء كلها يعني بيتكلموا عنها الفتره اللي فاتت، الناس اللي عندهم كل حاجه كويسه لكن في حاجه اسمها تكسير حمض الماده الوراثيه في راس الحيوان المنوي، ودي ليها علاجات معينه وليها حاجات مضاده للاكسده وفيتامينات بيمشوا عليها، والتدخين نمتنع عنه والسمنه نقلل السمنه. يعني هو الزوج مهم جدا، حاجه في اول زياره بنشوف تحليل الزوج، ومن الاول كده لو هو عنده مشكله كبيره الافضل ان انا مع زي حضرتك قلت احنا تيم وورك مع بعض، دكتور الذكوره لازم بيقيمه ويحدد هنعمله ايه وهنمشي يعني اقرب حاله كانت عامله معايا عملت كل الخطوات، ويوم راحت تعمل في مركز اخر يعني اكتشفوا ان الزوج ما عندوش حياه منويه فلغوا كل البروسيس وكنسلوا العمليه. طبعا جالي احنا اول خطوه نعملها ان انا بعته لدكتور الذكوره اللي معانا في المركز، هم اخروا اول خطوه دي لاخر خطوه. لا بالظبط فالحقيقه دي حاجة مهمة جدا الزوج الأول نأمن الزوج الأول نشوف أخباره إيه، لو هو سهل الزوج سهل وواضح بالظبط يعني الزوج خلاص اطمن إن هو كويس واطمن إنه عنده عينة، بدأنا نحضر السيدة والحمد لله كانت أموره ماشية كويس والحمد لله ربنا كرم وحصل حمل من أول مرة يعني. فهو الزوج مهم جدا جدا، ده من أسباب الفشل. يعني في أسباب متعلقة بالزوجة طبعا كلنا عارفين، لو في ارتشاح في الأنبوبة، لو في بطانة رحم مهاجرة، لو في ورم ليفي ضغط على تجويف الرحم أو أورام ليفية متعددة أو حجمها كبير دي بتقلل طبعا نجاح الحقن المجهري، لو في سيده عندها بطانه مهاجره، لو في سيده عندها سن متقدم طبعا متوقع ان نسب نجاح قليله، لو المخزون قليل متوقع طبعا نسب نجاح تبقى قليله، لو في مشكله في جوده البيضات بتطلع بيضات جودتها مش احسن حاجه تحت الميكروسكوب، فده كلها حاجات متعلقه بالزوجه، وفي حاجات يمكن علاجها وفي حاجات ما نقدرش نعالجها زي جوده البيضات وزي مخزون المبيض محتاجين نحاول تاني. لكن طبعا لو في ارتشاح في الانبوبه محتاجين نعمل منظار الاول، نفصل الانبوبه عن الرحم، لو في ورم ليفي محتاجين نشيله الاول، لو في زوايد لحميه جوه تجويف الرحم، لو في حاجز رحمي او حاجه في بطانه الرحم او التصاقات لازم نعمل منظار رحمي ونزيل كل الالتصاقات او الاورام اللي فيها او الحاجز الموجود. يعني في اسباب نقدر نعالجها وحاجات بنحسن على قد ما نقدر الجوده ونكتب مكملات غذائيه معينه، والسمنه زي ما قلت حضرتك والتدخين والعادات السيئه في الاكل، كل حاجه دي مهمه جدا. وفي اسباب متعلقه بالاجنه، وانا قلت ده يعني من اشهر اسباب الفشل انه الجنين ما بقاش احسن حاجه، وده برده من اسباب الاجهاض المتكرر ان يكون الجنين نفسه جينيا او الكروموزوم بتاعته مش احسن حاجه، فمن حكمه ربنا ان هو ما بيلتصقش، دايما اللي بيلتصق هو الجنين السليم. دي اشهر اسباب لتكرار الفشل الحقن المجهري. المناظير ليها دور مهم في انجاح الحقن. طبعا المناظير دلوقتي ثوره في الطب في كل التخصصات، المناظير في الحقن المجهري مهمه جدا جدا. المناظير عندنا في النساء نوعين، منظار بطن ومنظار رحمي. منظار بطني مهم جدا زي ما حكيت لفصل الانابيب لو فيها ارتشاح او تقييم الانابيب، مش بنعمله لكل الناس، لو عيانة خلاص خدت قرار انها تعمل حقن مجهري ده منظار البطن. منظار البطن منظار البطن فايدته في الحقن المجهري ان احنا لو في كيس كبير بيعوق التبويض نستأصله، لو في ارتشاح في الانبوبه نقدر نفصلها، لو في اورام ليفيه نقدر نشيله بمنظار البطن، لو في بطانه مهاجره وعامله الام مزمنه او حجم كبير يعوق ان احنا نسحب البويضات نستأصلها الاول بالمنظار البطن. وفي منظار الرحمي ده طبعا حاجه هايله جدا، هو مش روتين لكل العيانين اللي بيعملوا حقن مجهري الحقيقه، مش اول عيان هتعمل اول مره حقن مجهري هنعمل لها منظار رحمي. منظار رحمي ليه دور كبير لو في زوايد لحميه، لو في حاجز رحمي، لو في التصاقات في بطانه الرحم لازم اعمل اول. وفي حالات تكرار الفشل الحقن المجهري لو احنا عندنا اكتر من مره فشل مش لاقيين سبب فممكن نعمل منظار رحمي،
هيقول لنا بالظبط اذا كان في حاجه في زي الصوره اللي موجوده دي، نشوف تجويف الرحم كله، ده تجويف الرحم، نشوف فتحه الانابيب، ونشوف الثقاب دي زايده لحميه باينه في المنظار، نستأصلها زي ما بيحصل كده بالظبط بالمنظار. الحاجات دي كلها بتحسن جدا نتائج الحقن المجهري. في عندنا محطه مهمه جدا هي الفحص الوراثي للاجنه وتحديد جنس المولود. مشهور دلوقتي طبعا. جدا طبعا دلوقتي هو مشهور جدا الفحص، زي ما حضرتك قلت كده، الفحص الوراثي للاجنه كنا بنعمله زمان علشان الامراض الوراثيه، الامراض المتعلقه بالذكور او الاناث، عشان نجيب مثلا جنين ذكر ما فيهوش المرض الوراثي ده، او جنين انثى ما فيهاش الامراض الوراثيه المنتشره في العيله. لان في امراض وراثيه بتنتشر بين الذكور وامراض وراثيه بتنتشر بين الاناث. بالظبط. فلو العيله دي فيها كذا او كذا بنبدا نختار الجنس المقابل. بالظبط، نقدر ناخد عينه من الخليه من الجنين في اليوم الثالث ونفحصها فحص وراثي، ولما تطلع نتيجه الفحص الوراثي نرجع ننقي الاجنه السليمه وراثيا دي ونزرعها. والسبب الفيري كومن دلوقتي او الشائع دلوقتي هو تحديد نوع الجنين علشان اسباب اجتماعيه، يعني حد معاه اولاد وعايز يختار النوع يكون بنت، او معاه بنات وعايز يختار النوع يكون ولد، طبعا بعد اراده ربنا. يعني احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنفحص الجنين برضو وراثيا، ناخد خليه من الجنين ونفحصها ونعرف فين الولد وفين البنت ونزرعها. بس فيها طبعا حاجات يعني لازم نقول لهم، ممكن نفحص ما نلاقيش مثلا ولاد، ممكن نلاقي الولاد ونزرعه وما يحصلش نصيب برضه، احنا يعني بنعمل اللي علينا وكله بعد رضا ربنا وتوفيق ربنا يعني. التجميد قصه مثيره. تمام. التجميد دوره في انجاح الحقن المجهري كبير. تجميد الاجنه، تجميد الاجنه، ودلوقتي تجميد السائل المنوي وتجميد البويضات، يعني التجميد ده ثوره كبيره جدا في الحقن المجهري، وحقيقه نتائجه هائله جدا جدا. في تجميد للحيوان المنوي لو الزوجة أو يعني الشاب عنده مشكلة أو هياخد ظهر له كانسر أو أمراض وهيضطر ياخد كيماوي أو إشعاعي، فإحنا دايما بننصحه أنه هو يجمد السائل المنوي لحفظ الخصوبة بتاعته على طول. أو لو عنده مشكلة في العدد، يعني العدد أقل من 5 مليون، ننصحه دايما نسيب عينة تحفظ في البنك وتتجمد لسنين لحفظ الخصوبة. وفي كذلك تجميد البيضات للأنسات اللي تأخروا في الزواج، بنعمل نفس البروسيس بتاعت الحقن المجهري وناخد البويضات عن طريق البطن ونحفظها في البنك لحفظ الخصوبة. يعني أنيسة بقى سنها 35 سنة ولسه مشغولة بالتحضير الدكتوراه أو الدراسات أو الكارير بتاعها، أو محتاجة تثبت نفسها في شغلها ولسه مأجلة الجواز، فممكن تجمد البويضات في السن ده. جوازت في سن 45 سنة تقدر تخلف ببويضات بعمر 35 سنة، فده بيحفظ الخصوبة بتاعتها جدا. وطبعا تجميد الأجنة للأزواج الناس المتزوجين، تجميد الأجنة ده حاجة بقت هايلة جدا. في بعض الناس في الحقن المجهري طبعا لو في أجنة زيادة بنزرع جزء والباقي بيتجمد لمحاولات تانية، بعد كده تبقى المحاولة سهلة جدا، مفيش تنشيط مفيش متابعات، بنزرع على طول الأجنة. وفي بعض الناس بنضطر ان احنا نعملهم زراعة مجمد من الأول، مينفعش أنشط وأسحب وأزرع على طول، هيحصل تهيج في الميبيض، هيحصل فرط للتنشيط، ففي الحاله دي بضطر اجمد الاجنه كلها وبعدين ارجع ازرع اجنه بدون تنشيط. او لو انا اثناء التحضير اكتشفت حاجه ما كانتش ظاهره معايا، زي زوائد لحميه، زي ارتشاح على الانبوبه، ده المفروض ما يحصلش طبعا، بس لو اكتشفناه بالصدفه اثناء التحضير نضطر نجمد الاجنه ونرجع نستأصل الحاجه الموجوده دي ونرجع نزرع بقى الاجنه دي. التجميد بقى حاجه هايله جدا، ونتائجه يمكن تكون زيه زي الفريش بالظبط، وفي بعض الاحيان بيبقى احسن من الفريش لانه الرحم ما فيش تنشيط والجسم هادي واحنا محضرين كويس، محضرين بطانه كويس وقايسين كويس وبنزرع في وقت كويس، فبتبقى الامور يعني كويسه جدا. كل ما نراه هو هبات من ربنا سبحانه وتعالى في العلم. كل حاجه الاخصاب المساعد ككل هبه من ربنا سبحانه وتعالى. التجميد، المناظير كلها لما تشوف الحاجات دي في ابداعاتها اكيد دي هبات بتيجي من ربنا سبحانه وتعالى لبعض العقول البشريه اللي بيستغلها البشريه بعد كده لصالح البشريه. دي حاجات جميله قوي. يا سلام، النهارده ابدعت وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا. ضيف العزيز القيمه العلميه القديره والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور علي خيال، استشاري اول امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، مدرس لامراض النساء والتوليد، صاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد بكليه الطب، وعضو الجمعيه المصريه للخصوبه وتاخر الانجاب. نورت دائما وامتعت دائما الناس الحلوه. شكرا دكتور ايمن. خلي بالكم من نفسيكم وخليكم مع الناس الحلوه.